بكم أحبتي الصغار، درسنا لهذا اليوم من كتابي في اللغة العربية من التعليم الابتدائي السنة الأولى. إذن درسنا من دروس القراءة صفحة 93، القراءة لحرف الخاء، الأسبوع 20. إذن لنبدأ على بركة الله. ألون المقطع الذي فيه صوت الخاء. لاحظوا معي، عندنا يعني غادي نخدمو بالمقاطع. عندنا واحد الصورة، غادي نحدو الاسم نتاع هاد الصورة ونحدو المقطع الذي يحتوي على الصوت نتاع الخاء. لاحظوا ما هذا يا أصدقائي. إذا لاحظوا جيدا، هذه با خي را تن. اسمعوا جيدا، با خي را تن. لدينا هنا أربعة مقاطع، لاحظوا با بالتصفيق، با خي را تن. إذا أين سمعنا الصوت نتاع الخاء؟ إذا ركزوا جيدا، با خي. إذا سمعناه في صوت المقطع، سمعنا صوت الخاء في المقطع الثاني. إذا نكتبوه باش هكذا اللي ما تعرفش عليه يتعرف عليه أكثر. با با خي را تن. إذا أين هو الصوت نتاع الخاء؟ سمعنا صوت الخاء في هذا المقطع، المقطع الثاني. إذا نلون المقطع الثاني، باخرة. إذا هنا سمعنا صوت الخاء. إذا على هذا الشكل ننتقلوا للصورة الثانية. إذا هنا لدينا، لاحظوا ما هذا يا صغاري؟ إنه ماذا؟ إنه خروف. اسمعوا جيدا، خروف بالتصفيق، لدينا خروف. إذا نكتبوه باش هكذا يسهل على اللي ما قدرش يتعرف عليه. خ خ رو فن. إذا أين سمعنا الصوت نتاع الخاء؟ سمعناه في المقطع الأول، خ رو فن. إذا لونه المقطع الأول. إذا ننتقلوا الصورة الثالثة. إذا ما هذا؟ إنه خو خن. لاحظوا معي واسمعوا جيدا، خو المقطع الأول، خن المقطع الثاني، بالتصفيق خو خن. إذا أين سمعنا صوت الخاء؟ سمعناه في المقطع الأول والمقطع الثاني. إذا هكذا يكتب خو خن. إذا الصوت نتاع الخاء سمعناه في هذا المقطع الأول وسمعناه في هذا المقطع الثاني، خو خن. إذا غادي نلونو المقطع الأول والمقطع الثاني. إذا سنلون المقطع الأول والمقطع الثاني لأنه يحتوي على صوت نتاع الخاء. إذا ننتقلوا وحددوا صوت الخاء. إذا أحدد صوت الخاء، المقاطع اللي كتحتوي على الصوت نتاع الخاء لونها. لدينا هنا خاتم. إذا هذا المقطع كيحتوي على الصوت نتاع الخاء. إذا هنا نلون صوت الخاء. إذا هنا راه عندنا التمرين، تمرين الصوت، نحدو الصوت وليس الحرف، لان الا كان غير الحرف غادي نحدو غير هذا الخاء. اذا هنا كيقصدوا احدد الصوت نتاع الخاء. اذا صوت الخاء راه كاين في كله في هذا المقطع، خا يعني كله كنسمعوا الصوت نتاع الخاء. اذا هنا لدينا نخلة. اذا سمعنا الصوت نتاع الخاء في هذا المقطع، اذا لونوا هذا المقطع. اذا هذا نحدد المقطع الذي يحتوي على صوت
الخاء. إذن هنا صوت الخاء. لدينا كوخن، إذن صوت الخاء، نلون صوت الخاء. إذن ننتقل لأقرأ. لدينا هنا أقرأ. لدينا بخ سن، بخ سن. المقطع الأول بخ سن، يعني مقطعان، جوج عندنا جوج تصفيقات. بخ سن. لدينا هنا خ، خ ش بن، خشب. خو، خب زن. المقطع الأول خب، المقطع الثاني زن، خب زن. خي، خن جار. ثلاث مقاطع، خن جار. خا، خا تا من، خاتم. خو، بو، خور، بخور. خي، نا، خي، لن. ثلاثة المقاطع. خن، في، را، خن. ثلاث مقاطع، في، را، خن. خن، صاروخ، صاروخ. خن، في، خا، خن. إذا نعيد قراءة هذه الكلمات. بخس، خ، خشب. خو، خبز. خي، خنجر. خا، خاتم. خو، بخور. خي، نخيل. خن، فراخ. خن، صاروخ. خن، فخاخ. يضع خالد خوذة على رأسه، يضع خالد خوذة على رأسه. ننتقل الصفحة الموالية. لدينا هنا القراءة لحرف الغين. لدينا حرف الغين. ألون المقطع الذي فيه صوت الغين. الصوت عندما نسمع صوت الغين نلون هذاك المقطع اللي كيتضمن صوت الغين. إذن لدينا الصورة الأولى. ما هذا؟ إنه، ما هذا يا صغاري؟ إنه غزال. اسمعوا جيدا، غادي نديرها بمقاطع وبتصفيق. غ ز ل، ثلاثة المقاطع. أين سمعتم صوت الغين؟ غ. إذن سمعناه في المقطع الأول. إذن غادي نكتبوه لكم باش هكذا الأصدقاء اللي ما قدروش يتعرفوا على صوت الغين غادي يعرفوه عندما نكتبه. لدينا غ، غ ز ل، غزال. سمعنا صوت الغين هنا في المقطع الأول. إذن لونوا صوت الغين في المقطع الأول. إذن صوت الغين. ننتقلوا للصورة الثانية. لاحظوا ما هذا؟ إنه، نعم، إنه ببغاء، ببغاء. إذن أين سمعنا صوت الغين؟ ببغاء. دونك غادي نحاول ندير لكم تصفيق. ببغاء. إذن سمعنا صوت الغين هنا في المقطع الثاني. نكتبوها باش هكذا تسهل عليكم اكثر. لدينا ب، ب، غ، غ، او، ببغاء. اذا سمعنا الصوت نتاع الغين في المقطع الثاني. اذا نلون صوت، نلون المقطع الثاني. اذا ننتقلوا للصوره الثالثه. اذا ما هذا؟ انه دي
ماغون. اسمعوا جيدا، دي ماغون، دي ماغون. إذن فين سمعنا الصوت نتاع الغين؟ سمعناه في التصفيقة الثالثة. إذن هو راه موجود في المقطع الثالث، إذن نكتبوه باش هكذا تكون الصورة واضحة. دي ما غن، دماغ. إذن أين سمعنا الصوت الغين؟ إذن سمعناه في الصوت في المقطع الثالث، إذن لونه المقطع الثالث. إذن أحددوا صوت، قلنا أن صوت الغين، إذن صوت الغين في المقاطع التالية. لدينا غمام، إذن هنا صوت الغين، إذن الصوت نتاع الغين هنا في المقطع الأول. لدينا سمغن، إذن هنا غن صوت الغين. لدينا مغرب، إذن الغين هنا مغرب. مغرب، إذن ننتقل ثالثا أقرأ. لدينا غبغل، مقطعين بغل. غ غ غزا لون، ثلاث مقاطع غزالون. غو غصنون، مقطعين غصنون. غي غي طاون، ثلاث مقاطع غي طاون. غا غا باتون، ثلاث مقاطع غا باتون. غو غو لون، مقطعين غي تا غي بو، ثلاث مقاطع غن فا را غن، ثلاث مقاطع غن سب غن، مقطعين غن مص غن، إذن مقطعين. أعيد قراءة الكلمات التالية: غ بغل، غ غزال، غو غصن، غي غطاء، غ غابة، غو غول، غي تغيب، غن فراغا، غن سبغ، غن مصغن. تصغي غزال لأنغام العود، تصغي غزال لأنغام العود. إذن أقرأ حرف الخاء وحرف الغين: خ خ خن خو خو خن خي خي خن. خروف خنجر صخور خالد فخ. غ غ غن غو غو غن غي غي غن. غذاء ببغاء غروب مغرب. نبه خالد أخته غزالة: لا تأخذي ألعاب أختك خديجة إلى غرفتك. نبه خالد أخته غزالة: لا تأخذي الألعاب أختك خديجة إلى غرفتك. إذن ننتقلوا للصفحة 96. إذن أحذفوا، إذن لدينا ثلاث مقاطع خريف، غادي نحذفوا واحد المقطع وغادي يعطينا الصورة الموالية. لدينا هنا يعني هنا بحال القرية بحال الريف، إذن هنا خريف غادي نحذفوا هاد الخاء. لدينا نحذف الخاء، ماذا سيبقى؟ ريف، إذن ريف
ريف. لدينا هنا غطاء، غادي نحذفوا الصوت او لا هذا المقطع نتاع غي، ستبقى لنا طاء، يعني طاء طاء طاء. اعوض، لدينا معزل، اذا سنعوض هذا المقطع الملون هنا بالاصفر بمنزل. مع نعوضها بمن، من من زيل منزل. لدينا بذور، نعوض هذا المقطع الملون بالأصفر بخور، بخور بخور بخور. إذن أقرأ، لدينا منسج، إذن منسج، لدينا صوف، مغزل مغزل، سدى، غطاء. إذن أخط ثم أنقل، إذن نحاول أن نخط على هاد الحروف الملونة باللون الرمادي. إذن خو خا خي غي غو غي، لدينا هنا أنقل خا، نعيد نقل حرف الخاء خا. لدينا خو، خو، لدينا خي، لدينا غي، لدينا غا. نحاول ندربوا على هاد الحروف باش هكذا نبقاو نكتبوهم بشكل جيد. لدينا غي، غي. إذن هنا أكتب جملة عن كجمولة. إذن لاحظوا هنا كجمولة، ماذا تفعل كجمولة؟ كجمولة ترسم ماذا؟ حروفا على تربتي. إذن كج مولة ترسم حروفا على التراب. إذن كجمولة ترسم حروفا على التراب. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا. إذا كانت هذه أول مرة كتشاهدوا قناتي فمرحبا بكم في القناة، تشاركوا فيها وشاركوها مع الأصدقاء باش هكذا تعم الفائدة، ونتمنى لكم دائما التوفيق، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.